فوالا دابا حليت واحد اللوجيسيال اخر، كنظن دابا كيبان لكم هادشي اللي حليت سي بون. دابا شتي فيها. واخ انا دابا غادي نعاود هادشي اللي قلت. دابا قلت عندنا اللي شفنا، عندنا لا طونسيون هيك اللي هي لو فولتاج، الطونسيون غالبا كنرمزو ليها ياك، كنرمزو ليها ب غون اي ياك، و الوحدة ديالها هي لو فولت سي بون. وعندنا لانتونسيتي اللي هي لو كورون، لانتونسيتي اللي هي لو كورون غالبا كنرمزو ليها بكغون اي، والوحدة ديالها هي امبير. هذه الوحدة ديالها الفولت. وعاد عندي لا ريزيستانس، ريزيستانس كنرمزو ليها بكغون اغ ياك، الوحدة ديالها هي اوم، وكنرمزو ليها بواحد الرمز شوية هذا. دابا نحاول انني نكتبو، كنديرو ليها هذا الرمز بحال ما هكا، هذا هو هذا هو الرمز ديال. نحاول انني ندير واحد الخط اللي هو عريض جان، نديرو ليه بحال هكا، هذا كنسميه اوم سي بون. وبقات لينا لا بويسونس، نرمزو ليها ب بي غون بي، والوحدة ديالها هي الواط، راكم عارفين نتوما الواط قبل. فوالا هاد لي غروندور، اوكي هاد لي غروندور هما اللي كنخدمو بيهم في الالكتريسيتي بزاف، وبيناتهم واحد العلاقة معينة، العلاقة اللي هي أساسية ياك ومعروفة عندنا وكل شيء، هي هي لا لوا دوم. شنو هي لا لوا دوم؟ اوم هو العالم اللي اختار عليا هاد العلاقة هادي لا لوا دوم. شنو هي؟ هي اي هادي، بغيتي نحاول باش هي هاد اي هادي هي اي بالفولت تساوي 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 R ohm مضروبة TE. ده هو
لا الواء دوم خاصنا نحفظوها بهذا الشكل هكا. الا ما حفظتهاش هكا ما عندها حتى شي ضروري. خاصنا نحفظوها بهذا الشكل. هذه هي لا الواء، لا الواء دوم. هي هذه هي اي ايكال ار فوا اي، ولكن بهاد الوحدات هادو علاش كنضبطو لي زينيتي الوحدات ديالنا؟ لانه في بعض الحسابات معينه يقدر يخرج لك ميلي فولت او للكيلو فولت، اوكي، او للكيلو اوم او للميلي اوم او للميلي امبير او للكيلو امبير، اوكي. وكتصدق اللي ما كاين حتى باش كيولي كيحسب بهذاك المقدار كيف ما هو خارج ليه. مثلا عطيناه مثلا 5 ميلي اوم ولا 500 ميلي اوم، كيبدا يحسب بها وراه هذاك لي كالكول ديالو كلهم غلط. لا، خاصو ما يطبقش هاد العلاقة هادي، ياك؟ غير مسموح ليك تطبق هاد العلاقة هادي الا الى هذيك القيمه ديال لو كورون الكتريك كلها ردها الامبير، حولها الامبير، او القيمه اللي معطياك في لا ريزيستانس تكون كلها بالاوم ماشي بالكيلو اوم ولا الميلي اوم، وكذلك القيمه ديال الفولت كلها تحولها للفولت. وفهاد الشيء ديال الميلي والكيلو هذا راه بحالها بحال الجداول اللي كنتو مستعملينها قبل. مثلا البارح كنا شفنا ورا كنا شفنا هاد لو كور ديال البارح، كنظن راه كيبان لكم دابا كندوز فيه. فاش كنا عرفنا على الشيء ديال لو فولت ديال هذا، فوالا يعني الطابلو دو كونفرسيون. و الطابلو يعني راه ساهل، يعني بين القضية ديال الميلي فولت او ديال الكيلو فولت راه سهل. سي بون، باش نبسطوها اكثر. مثلا عندنا دابا طاولة مثلا قلنا واحد كيلو فولت حقيقيا هو 1000 فولت، هو 1000 فولت. نعم، واحد فولت هو 1000 ملي فولت. يعني إلا اعتمدت غير على هذه راه ونفس القضية بالنسبة لكيلو أوم أو الأوم ولا هذا، راه ميم شوز. يعني 1 كيلو فولت يساوي كذا، يعني 1 كيلو أمبير هو 1000 أمبير، واحد أمبير هو 1000 ملي أمبير، والعكس بالعكس. يعني إلى درت هذاك جدول التحويل راه كيعطيك نيت هذا الشيء. وهنا نفس القضية بالنسبة للأوم، نفس القضية بالنسبة
الأم دابا عندنا ب هذيك الرمز كيلو أم أم نفس الفكرة. سي بون. دابا المرحلة الثانية خاصنا ندربو على هاد لا لوادوم، خاصنا نبداو نطبقوها. سي بون. قبل ما ندوزو للتطبيق كاينة العلاقة الثانية، هي ديال لا بويسونس. كيفاش كنحسبو هادي؟ كنحسبوها، قلت لكم راه يعني الوات لا بويسونس كتجي بطريقة حسابية، حتى هي عندها واحد يعني واحد المعادلة ديالها وسهلة، ما صعيباش. سي بون. كنقولو لا بويسونس يعني بالوات تساوي لا طونسيون اللي هي بالفولت مضروبة لانتونسيتي اللي هي بالامبير. هذه هي الوحدة أو لا العلاقة باش كنحسبو لا بويستونس. خاصنا نعقلو دابا عليها، وضروري تحفظوها بهاد الطريقة ديال الوحدات، لحقاش حتى الواط حتى هو فيه الكيلو واط وفيه الميلي واط، حتى هو فيه بحال هكدا، يعني ميمكنش تطبق هادي ياك إلا واحد هاد العلاقتين هما اللي كنخدمو بيهم. بحيث إلا بغينا نتبعو نحاول أنني نحاول أنني باش سميتو فين هي هاديك القومة هنايا، ولا ها هي، نحاول أنني ندير لكم واحد هذا بشكل عام. نديرو بشكل عام يعني سوا فولت سوا امبير سوا وات او لا هذا، يعني تكون اي حاجه كيف ما كان داك اكس. كنظن دابا راه باين اني هاديك اكس يقدر يكون اي، لا عفوا يقدر يكون لو فولت، يقدر يكون اوم، يقدر يكون امبير، يقدر يكون وات. هذا هو اللي كاين. سي بون. نحاول أنني نعاود ندير هنا أنه هاد إكس هذا يقدر يكون إما دو فولت أو لا، مهم أو لا أمبير أو لا أوم أو لا الوات. سي بون. هذا هو القاعدة، ونحاول أنني نحط لكم هاد لافوطو. نصيفطها لكم في الجروب ديالكم.
سي بون باش تبعوا فيها. ولي زيكزارسيس اللي غادي نصيفط لكم ان شاء الله تحاولوا تدربوا عليهم. والكوريكسيون راه غادي تكون في القسم حضوري ان شاء الله تعالى. غير هو قبل بغيت نعطيكم دي زيكزارسيس حصة ديال الغد أستاذ، تخرجوهم ان شاء الله ياك. أستاذ أستاذ نعم حصة ديال الغد عنواد الحصة ديال الغدا صبروا عليا حتى العشية وغادي نشوف واش غادي صافي تكون لا لحقاش كاين واحد الشعبة تانية صافي أستاذ غادي معهم واحد الحصة في الصباح تنشوف مع الحصة دابا ديالكم نتوما. ولكن كاين واحد المسألة بالنسبة للحصص ديال عن بعد، راه دائما كيكون فيهم جوج أنواع، كاين المباشرة هي سانكرون هي بحال هذه دابا اللي كنديرو يعني مباشرة بيني وبينكم، وكاينة غير المباشرة اللي هي اسانكرون هي كنعطيكم لي زيكزارسيس تصيفط لنا في واتساب ليكم وانتوما تصاوبوهم اوكي، ويقدر اي واحد فيكم يكملهم وتصيفطوهم لي اون بريفي سوا في تيمز ولا في الواتساب ياك. وانايا كنقول لك واش داكشي اللي خرجتي صحيح ولا لا، و صافي ان شاء الله غادي نعاودو نشوفو داكشي بالتدقيق باش نصحوهم. ولكن خاصكم تكونوا درتو مجهود في يعني في هذوك لي زيكزارسيس، ضروري خاصكم ديروا هذاك المجهود. سي بون انا غنحاول بعدا باش قبل ما ننسى نصيفط لكم غير هاد الخلاصة هادي. سي بون نجبدها لكم.